السلام عليكم حبيباتي، واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راني جيت لخواتاتي كوم دابيتود امي اون فيديو ان شاء الله نديرو مع بعض. غادي يكون شويه طويل مي كما قالك حاجه مليحه ليا وليكم. اليوم راني جيت لخواتاتك تشوفوا لي ليغوم، تشوفوا كما قالك فوالا صوالح مرضين. عندنا اليوم ان شاء الله ندير لكم الشوربه. الشوربه هذه شعام وحده ضمضتني عليها وقلت لها ندير ندير ندير، واني اليوم هذيك الاخت شعام الاخت غادي نقول لهم هاني اليوم راني ندير لكم الشوربه وان شاء الله تعجبكم وتنال اعجابكم وديروها وتنجحوا فيها ان شاء الله وما تندموش. اليوم غادي ندير لكم دو غوسيت، زوج وصفات. اليوم عندي الشوربه والخبز، الخبز اللي يتبع الشوربه، الحريره، لي سوب، فوالا خبز ما شاء الله غادي ديروه وتقولوا ما تندموش عليه هو غادي الشوربه. المهم نبدو بالمقادير تاع الشوربه. تشوفوا هنايا عندي هي الاولى البصله، البصله انا ديت زوج حبات خاش كانوا عندي شويه صغار، زوج حبات بصله اشيتهم درتهم في الاشواغ جلي اشي ديريهم جبتي دي ولا اشيهم هكا. عندي فواشيش منفخ وكاع فوالا تنقيه تحليه هون دو كي من هكا. عندي لي بتي بوا لي ليغوم، عندي 3 كاروت موين، ديت اون بوم دو تيغ صغيره باسكو الشوربه ما ليقلهاش بزاف طرو دو ليغوم شي كيما الحريره، وديت اون افي فوالا تاني هذيك مكوره ديت وحده صغيره تاني قسمتها كي من هكا. عندي ان بوكي تاع ما بين القزبر والمعدنوس فوالا، وان بيون ديته هنايا، وديت هنايا تزيد هذه من اشياش نقسمها هكا دي بتي دي ولا نيمبورت كومون ولا وتحط قيسيها في القدره تاعك ولا المرميطه. بوغون واحد، وهنايا ديت هنايا 3 مورسو تاع اللحم تاع لونيون مجيكو، ديت 3 مورسو قطعتهم كي من هكا بصاصو مشي انا بوشي قطعهم لي فوالا كي من هكا. ولازم اللحم كي تدي فيه شويه تاع الشحم باسكو الشوربه وهادو صواح يبغوا لي يدب. هنا ديت دو طوماط صغار ثاني ميكسيتهم في الميكسر في الاشواغ فوالا ثاني ديرهم كي من هكا. جيسبر فهمتي كلشي شا قلت لكم يا حباباتي. غادي نبداو الاولى، انا درت القدره تاعي فوق الكاز ودرت فيها الزيت، ديروا 3 كويغ سوب بيان غارني باسكو قلت لكم هادو لي سوب ماشي لي سوب كيما الحريره الشوربه هادو يبغوا شويه تاع ليده فوالا. ندير البصله تاعي تتقلى غير شويه وندير عليها اللحم في القدره فوالا. وليت لكم حباباتي ها هو الزيت تاعي حما، ندير البصله كما قلت لكم، الشوربه تتقلى الحريره ما تتقلاش، بارد في بارد الحريره بصح الشوربه نقلب فوالا. وندير اللحم تاعي الطرف وندير من هكا باش ندير ما ندير لها لا ملح لا حرور لا والو، ما نديرش كالي زيبيس، نخلي اموا شويه يدخلها شويه تاع البصله مع اللحم شويه يتقلاو كي من هكا نخليهم. فوالا وليت لكم حباباتي دروك غادي نديرو هاك تشوفو كي من هكا، ومن بعد ترجعو ديروا لي ديزيبيس. دير الملح فوالا دو كويغ كافي، ندير جينجومب دو كويغ كافي، ندير كوري تاع دي كويغ كافي، ندير شوية تاع بابريكا الحارة ماشي ندير بابريكا نورمال غير كيما هاكا فوالا بيكونت، وندير لو بواف هادو هما لي نديرهم، وندير هاديك البصلة تاع الشط لي قلت لكم عليها قسمتها كيما هاكا شوفو ديرها نورمال كيما هاكا ونخلط شوية كيما هاكا هانا تشوفو كيما هاكا. ونبدا ندير لي ليغوم تاعي لي كاروت نافي بطاطا بون دو تيغ
بوان شيش حمص، هادو الحمص وال لي بتي بوا ما نطحنوهمش من بعد، نقلعو باش يقعدو في الشوربه تاعنا. هنا وندير دو طوماط اللي درتهم بيان ميكسيتهم في الميكسر. فوالا كيما قلت لكم حباباتي، درنا فوالا درنا لي ليغوم، درنا لي بتي بوا، درنا كلشي تفاصون. دونك غادي ندير ان بتي ميلونج كي من هاك. فوالا راني وليت لكم كيما قلت لكم، كي تدخل لي ليغوم يدخلوا في داك الصوص وفي داك لي زيبيس وكا، دروك نكملوا لو غاست. لو غاست سي كوا؟ غادي ندير شويه تاع زعفران كي من هاكا، وندير طوماط كونسونطري على بيان هاكا خاص ان كويير ا سوف، وندير قرفه كانان هاي وينا ما ديروش كبيره خاص تطلق المرقه تولي تكون كحله، غير هاكا طرف صغير تغسلوه مليح، الا كان بلع غسلوها مليح من الداخل وكا. لا وندير لو بوكي تاعنا تاع لي فيه بيرسيل والقزبر وشويه تاع نعناع مونت هاي وينا، والبيمون هيا وسقو بالماء، غادي نجيب الماء ونسقي. فوالا غادي نسقي دو كوتي هكا. دروك انايا المرقه الصوص ما نجيبش نقول لكم اكزاكتومون شعاب، باسكو نتوما على حساب الافراد تاعكم لازم تكتري. كيما انا هنا عندي هذه تربت 6 لتر، انا غادي نوصلها حتى لهنايا هنا تحت منا، دونك نوري لك وين غادي نوصل الماء. فوالا كيما قلت لك راك تشوفي كي من هكا، انا مازال نزيد دروك لا مواتي تاع هذا، هذا عمرته دو فوا، دروك غادي نزيد لا مواتي تاعه باش باسكو مازال الخضره تاعي ما تغطات مليح وطيب لي. دونك كي طيب تطلق هذيك الحموريه تاع الطوماطيس، تطلق كلشي. فوالا ها هنا صاي سي بون، دروك درنا كلشي وريت لكم كلشي دروك. المهم دروك نبلع عليها ونخليها طيب على غدها، جو شيرش با حتى طيب لي الخضره، يطيبوك على لي ليغوم، يطيب اللحم وطيب، ونبدو نطحنوا فيها. دروك حنا اش غادي نديرو؟ غادي نروح باش نوجد لكم لي زانغريديون تاع الخبز اللي قلت لكم عليه. فوالا كيما قلت لكم حبيباتي، دروك هاوينا لو بول تاع لو بيتخان تاعي، اش غادي ندير؟ الفرينه هي الاولى، الفرينه ديت 350 غرام دو فارين، هاوينا فوتها في الباسوار. ونزيد عليها سميد 150 غرام دو تاع سومول تري فان، لو فان كاع لو فان لي بان كوم الفارينة، تكتبو فيه هاوينا نقولو فارينة 150 غرام دو فا دو سومول فين، ثاني بودر في الباسوار. فوالا ها نديرو هاديك 10 غرام تاع سكر، فوالا 10 غرام تاع سكر، ونديرو اون كويير ا سوب تاع ليفور بولونجير. فوالا هاهي بينا اون كويير ا سوب بيان غارني، ها نفوتها تاني في الباسوار، وندير اون كويير لا الملح نخليه على فا شي دروك. واش ندير؟ ندير البيضه لوف ما نديرهاش كومبلي، ندير لو جون نديره هنا، ولو بلون نخليه جي بوزو باش نوريكم كي غادي ندير هذا لو بان تاعنا. فوالا ها ها ندي هذا لو جون نديره في الخبز، و لو بلون نخليه نسحقه من بعد، وندير اون كويغا كافي من الميلونج تاعنا تاع الزريعات هاوينا اونتر الجنجلا الابيض حبه السوداء و زريعة الكتان. ها
نديرو هذيك 60 غرام تاع سمن، فوالا 60 غرام تاع سمن، فوالا شفتكم. ونزيد دروك اون كويير ا كافي تاع سل ا بو بخي 10 غرام. هاهي وينا وندير هذاك الماء. عندي هنايا 300 مليليتر تاع ماء، اونتر 250 جوسكا 300 مليليتر تاع ماء. اوكي، على حساب الفارينه تاعك وعلى حساب السميد تاعك. دي فوا غير 220 تكفيك، دي فوا 250 تكفيك. انا غادي ندير قد 250 ولا خشبتها ناشفه نكمل 300 مليليتر. بسم الله 5 سنتيلتر خليتها. ندير دروك في البيتران تاعي يعجن لي الكسرات، نعجل لي بوندون 10 ا 12 مينوت. اوكي، هاني ا توت الوغ ان شاء الله. فوالا البنات، انا نولي لكم الخبز. ها هو هنا، شوفوا نعجن لي 12 دقيقه. فوالا شوف راه حامي حامي، تقول كان فوق الكاز ما قوت لي، خليته نعجن بيان كوم الفو في البيتخا. شفتي ولي لكم اللي يسكح هكا. شوف ديجا كي نلبدها خفيفة، لازم تنعجن مليح باش تجيكم شابة. دوك انا شنو غادي ندير، نخليها تخمر على غرضها. هاهي وين نديرها في التي ريسيبيون هذا تاعي، خليتها بشوية تاع زيت ونخليها تخمر على غرضها. كي تخمر نوري لكم كي غادي نديرو هادو لي بتي با، نوري لكم كي داير. اوكي، هاني عطيتها ان شاء الله. فوالا البنات، وليت لكم دروك الصوص تاع الشوربه تاعنا طابت. اللحم شوفوا كي راه طايب، شوف قلتلكم كي ديروا فتات فتات هكا طيب لكم بالخف. البيمون تاعنا قلعناه، داك نوخر هذا اللحم على جهه ونجيب الريحه ولا بتيت مغميط تاعي ونطحنوا كاع لي دوك لي ليغو. فوالا كيما قلت لكم سيك تطحنوها فرح ف بغا ميكسور ولا الميكسور ولا الماء. هذه شوربه نقلع كاع لي ليغوم نحطهم فرحه. فوالا حبيباتي كتشوفو، هاي دوك انا كملت كاع، كتشوفو كي تولي هاكا. لازم ماشي كيما الحريره ولا لاصوب تجي ثقيله ولا فوالا. دوك انا شنو غادي ندير، نرجع هذاك لي بتي بوا والحمص اللي خليتهم التحت كاع نرجعهم هنا، ونرجع اللحم ونعاود نحكم ان بوكي تاع قزبر نغسله بيان بيان بيان، نديره بيان اشي وندير معاه دو ولا تخوا فاي تاع مونت، نعاود نديرهم هنا ونرجع العود تاع القرفه اللي طابت فيه نعاود نرجعها هنا ونرجعها فوق الكاس. قد لا تطبخ ايا وذوقوا البنه تاعي، وقد لا تطبخ ايا نرمي الشوربه تاعي نولي لكم. فوالا وليتكم حبيباتي كيما قلت لكم، عندي ديت هنايا هكا كالكو في تاع نعناع المون لا مونت والقزبر با معدنوس قزبر درته اشي. ها وين غادي نديره ثاني هنا كاع. فوالا دوك نخليها تطبخ، يعاود طلق هذه البنه تاع القزبر والنعناع في الصوص، ومن بعد نرمو الشوربه تاعنا وهذا اللحم نقلع منه كاع لي زوس ونعاود نرميه هنايا. اوكي، هاني غادي نروح لكم للخبز دروك باش نكملو. فوالا وليت لكم حبيباتي، نجيبو الخبز تاعنا دروك. شوفوا ما شاء الله تشوفوا فيه، ونجيب البلاط تاعي اللي غادي نحط فيه، ونجيب هذاك البلون دوف مع سميد موين تاع المقروض، وجبت هذه بورت بياس غادي نكون باش نديرو بها ديكوراسيون تاع الكسره تاعنا. دونك نقلعوها من الريسيبيون. فوالا كيما قلت لكم دروك نبدا ندير دي بولات تعقد فيهم من 50 حتى 70. بغيتي تكبري بغيتي تصغري، انايا غادي ندير فيهم 70 غرام.
Voilà, جاتني في هذه 71 voilà 70 من هاك ونحط على دو. فوالا وليت لكم حبيباتي، انا نقص شويه تاع الصوص باسكو ما تديريش. شوفي غادي نعطيك ان كونسيل، دونك انت درتي كيما هكا مرميطه كيما انايا وبغيتي تاكلي، لكن عندك دي زانفيتي صافا بلوس هذيك لا مرميط اللي درتها انايا بلوس دو بريس 15 بيرسون. بصح انا نقصت الصوص هذيك، تنقصي منها ديرها في الفريجيدير 2 جوغ 3 جوغ 4 جوغ ما تخافيش، اي سيمين ما تخافيش، فوالا طايبه واجده. كي تجبدي كي تسحقي جبدي ديك الصوص اللي نقصتيها ورمي الشوربه تاعك وكوليها نورمال كي شغل درتيها اليوم طيبتيها. دونك كيما انا دروك نقصت، غادي درت على حساب افراد عائلتي كونتيتي اللي عندي في الدار. فوالا دروك هذه الشوربه ها هي اون فيرميسيل، تدي قد فنجان قد ان فيغ دو كافي تعمري باسكو هي تشرب وتزيد. بغيتي هذه لا فيرميسيل وبغيتي تاع لسان الطير. اليوم غادي ندير لكم هذه ولا بروشان فوا نوريكم تاع لسان الطير تاعي. فوالا ما تغسليها ما والو باسكو مقيه من الداخل. فوالا نخلطها انا عندها ميم با 5 مينوت وطيب باسكو رقيقه بالخف طيب هذا يقول فيرميسيل هي لا ميور. فوالا اصو مومو هي اللي راهي تطبخ وتطيب على غدها، حنا نروحو نكملو الخبز تاعنا. فوالا ولينا دروك للخبز تاعنا، راك تشوفو هادو هما لي بولات هاديك تاع تقريبا 500 و اونتر السوم ولا فارين 500 غرام. خرج لكم هادي بصح على درتي قد 50 غرام كيما هادي انا درتها 50 غرام خرج لك بلوس. دوك هادي غادي ندي الحبة تاعي شا نديرلها، نغطسها هنا في البلون ديف هكا ومن بعد نديرها في هذاك السميد. فوالا كيما هكا ندور هكا في داك السميد باش تجيني شابه. فوالا كيما قلت لكم غطستها في السميد، ومن بعد شنجيب نجيب هذيك البورت بياس تاع هذاك الموتيف هاوينا غطستها في الفرينه ونخبز كيما هكا باش يخرج ديك هذاك الموتيف كيما هكا زير. من بعد ترفديها وتحطيها هي كي تبدا تطلع غادي تتلاقى مع بعضها البعض. انا نقرصها من ومن باش نعاود نبلع. فوالا كي من هكا جيسبيغ راكي تشوفي. فوالا نعاود لك وحده اخرى. هاي خمراتك تشوفوا فيها ملي كنخمروا وداك الموتيف كي قاعد. دونك انا اش غادي ندير، الكوشه تاعي كان ديجا اليمي صافي بريس 10 مينوت قد اللي هما خمروا. دونك غادي ندخلها على 200 ديغري 200 220. هذه تبو بالخفخه صغيرين وما فيهمش بزاف لو غرام. غنشعل عليها من التحت غادي يتحمروا من التحت ويبداو يطلعوا صاينش عليها من فوق تحمر وتخرج ميم با واحد دي 15 ماكسيموم 15 مينوت. فوالا حبيباتي انا وليت لكم كما قلت لكم انا كملنا الغوبا تاعنا، عندنا الخبز ودرنا شويربه ما شاء الله عليها. هاو الخبز كما قلت لكم شوفوا كي يخرج ما شاء الله عليه. ها شوفوا شوفوا كي داير بالسميد والفارينه ما شاء الله عليه غير نادر. انا يا بغيت ندير لكم هذا الخبز بالسمن باش نوتخو كو باش تعرفوا كي داير. هكا حاجه صغيره كما قال كل واحد من وليداتكم يدي وما يخلي ما يديش الوقت. وها شويربه تاعنا هلا هاي وينا شوفوا فيها الحيمه. ها ولا حبيباتي وما تنسوش ديروا لها الليم كيما هاك. هاي وينا الشوربه تاعنا، شوفوا اللحم شوفوا لي بتي بوا الجلب الحميمصه هاي وينا شوفوا فيها ما شاء الله عليها. الخبز كما قلت لكم وانا افيك سو بلا زد درت لي زوبرجين دي بتي دي بتهم صوص. لا بروشين فوا نوريكم هذه لا روسيت. هلا انا باش بلادي يشبعوا زدت ندير لكم هنايا تشوفوها
ها باش نطول عليكم ديجا غير هكا الفيديو ديجا طويل. هذا اي فوالا مي سور، ها هم هنا ك لي روبا اللي درتهم لكم اليوم. فوالا شويربا صوص تاع مع لي زوبرجين، هذا يندير بالبصله والثومه ولي طوماط، هذا مكان شويه تاع زيت زيتون يطيبو يطيبو، من بعد تقلي لي زوبرجين تاعكم تيدي وتحطيهم على ديك الصوص. تتفاصون لا بروشان فوا ندير لكم لا فيديو تاع ماتشتش هذه ما بعد 5 مينوت ديروه. المهم اني وريتك على خواتاتي شادرت اليوم، ايا ان شاء الله كما قال لكم نتلاقاو في نوتخ فيديو. والسلام عليكم.